رجعنا بعد البريك مع ضيفتنا الويدنج بلانر فرانشيسكا الخوري. بونجور فرانشيسكا، كيفك لليوم؟ صباح. فرانشيسكا، تكاليف حفلات الاعراس بلبنان صارت خياليه. مزبوط. انتم ضمن شغلكم كشركات تنظيم للاعراس، على اي اساس بتقسموا البادجت؟ هلا بخصوص البادجتينج، مزبوط، صار اسعار كثير خياليه والعالم عندهم بادجت كثير قليل، يو نو الايكونومي وهيك، فكتير مؤثرة على القدرات انه قدي العالم فيها تدفع لعرسها. نعم. البادجت بتتقسم اكيد يعني حسب قدي قدرته الشخص هو يعمل الودينج. فاول شيء what we do is هو بيقلنا what is their budget. We begin with what is the groom and the bride's budget. نعم. And what do they want. نعم. Hella, if they have a low budget and they want something very nice and luxury, we work on the stability, يعني في balance بالموضوع. مثل ميزان بيصير. اوكي. حسب هن قديش طارحين بادجت انتم قابيله على هالاساس بتنظموا. مزبوط. If the budget is low, we try to convince them انه ما كثير يعزموا عالم، يخففوا شوي المعازيم، يمكن ما بيكون في كتير بادجت على every معازيم، يعني every invitee هن بيعزموا هيك. So the thing is انه هيدا اول موضوع. ثاني موضوع كمان، في شي طريقة يعني بتخففوا فيها البادجت غير انه يخففوا عدد المعازيم؟ يعني yes. بطريقة أكيد. معينة فينا كمان تنخفف عليهم cost. We try to target the suppliers that have luxury at the same time lower budgets, you know what I mean? Yes. And ka wedding planners, my advice to them is to have a wedding planner. But come in, they can do it themselves in a way or another, groom and bride. They can ask a wedding planner for the suppliers. يعني فيهم يسألوا wedding planner مثلا أي supplier أنا فيني روح لعنده، لأنه هن بيكونوا بيعرفوا كذا supplier. The groom and bride are not gonna know them. عرفتي كيف؟ بتساعدوهم فور فري بهذا الموضوع؟ أنا I don't mind. Yeah. I give tips for free. بس أكيد إذا حسيت إنه they're really in need, you know. هلا yes, you have to do favors from time to time. أكيد. You don't have to. أكيد. لكن إذا قلنا هالشخصين إجوا لعندكم بدهم يحضروا عرسهم، بشو بتهتموا أنتوا على المظبوط؟ كوادينج بلانر. Yes. رحنا بنهتم كـ wedding planner بكل شيء، from the wedding dress to the catering to the lighting and sound to the stage to the LED screens to the music to the DJ to the entertainment. كل شيء رحنا we have control of the whole wedding. No. The reception before the wedding, the hostessing, everything, every location. Little detail, the spoon, the location. Okay, the location is very important. Yes. The venue is very important, and it differs between the style and what the groom and the bride wants. يعني مثلا if the groom and the bride are interested بالهيستوري مثلا بدك تعملهم شيء vintage, at the same time بدك تجيب taste مثلا من الدارج شوي كالوان. هلا اكثر شيء دارج مثلا metallic. هلا الحلو انه دارج الفينتج والمودرن at the same time. يعني vintage و commercial بالذات الوقت وفلورال. انه القصه مش قصه خيارات، يعني مش هن بيجوا لعندكم بدهم ينقوا، يعني في موضه معينه بتطرح نفسها كل سنه. اكيد في موضه معينه، بس كمان احنا بنعمل ستدي للجروم اند برايد هن كيف بحبوا يعني كل شيء، يعني what they like in their life, يعني their daily life كيف هي. اذا هو بزنس مان وهي بزنس وومن مثلا بدنا نعمل لهم شيء مثلا بيحبوا قصص مودرن خفيفه، بنعمل لهم شيء سمبل. بس اكيد الموضه او ماي تيست، كمان ماي تيست بلايز ا رول اكيد بالفلاورينج مثلا انا بحب الكات ووك مثلا. بحب العالم المعازيم يجوا يمشوا على كات ووك، يكون الكات ووك كله ليد، وبعدين يوصلوا على التيبلز من الكات ووك. عرفتي هذا الشيء كثير مميز، مثلا مش الكل بيعمله، بس انا ذس از ماي تيست. وانا دائما بقول لهم للمعازيم انه
لا يو هاف تو. انا اي ديل وذ كومبانيز دايما بيعطوني ديسكاونت. هلا هيدا الشيء كمان, واي وود سمون تيك ا ويدنج بلانر انستيد اوف دوينج ات هيم سيلف؟ هلا في عالم بيقولوا اتس ا بيج كوست, لانه في ويدنج بلانرز في كوميشن. اكيد اكيد. So no, it's actually false. لأنه the wedding planner can get them very good deals. لأنه أنا هذا السبلاير عم بشتغل معه كذا مرة. You have connections. Okay. Yes, you have connections and you're working with them كذا مرة. They're gonna give you a discount if you ask them to. They're not gonna say no. أكيد. نرجع لكينا لمدة السنة. السنة شو دارج؟ أوكي. السنة دارج الفلورال. أكثر شيء الفلورال. يعني flower design. أوكي. يعني زهور. لانه هلا كل شيء صار ايكو فريندلي وجرين. حتى بالويدنجز وي يوز ا لوت اوف جرين, يعني وي يوز ا لوت اوف فلاورز. بتلاقي الفلاورز ار جوينج داون فروم ذا سيلينج, فلاورز ار اول اوفر ذا تيبلز اون ذا جراوندز اون ذا دانس فلور. حتى بيحطوا فلاورز سم تايمز. فلاور از ذا نيو از يو كان سي ذا نيو ترند, ذا بيست ترند. And not only that, LED screens are going into trend now. You can see in every wedding, at the back of, مثلا بيكونوا قاعدين البرايد اند جروم, at the back of them there's a LED screen. The people would be seen on the LED screen. A lot of animation would be played. The collaboration with the DJ and the LED screens is off the hook. Entertainment كتير هلا, it's a big trend. يعني dancers مثلا. أنا I like culture, a mix of culture. كمان هيدا دارج كتير. No. يعني when you have a wedding, حلو to combine كذا culture in the same, in a way or another. يعني مثلا Latin with Arabic with European all in one wedding, and this is amazing. True. هلا الفوتوغرافي كمان انتم بتهتموا فيها؟ اكيد كمان انتم بتحكوا مع ال يس اوكي جريت. اذا بدهم يحكوا معكم بده يتواصلوا معكم لحتى تحضرون العرس, قبل بقد ايه وقت تقريبا لازم يحكوكم لتقدروا تحضروا يعني؟ يس اكزاكتلي. هو الوقت it depends. It depends on where they want to do the wedding, what they want to do in the wedding. قديش يعني كبر العرس؟ قديش كبر العرس؟ قديش حتى السيزون؟ مثلا في هاي سيزون وفي لو سيزون. اذا بدهم يعملوا باللو سيزون يعني فيهم يحجزوا قبل ب 4 مانث, قبل ب 6 مانث. بس اذا بالصيف بيك اوف سمر اكيد قبل بسنه او سنه ونص كمان. اوكي. معقول تقدروا مثلا بجمعه تحضروا عرس ولا صعبه؟ هلا صايره قبل. صايره؟ يس. خبرينا عن عرس. عرس بنادي الضباط. وي هاد 2 ويكس تو بلان ات. Two weeks. لحقتو. Yes, لحقنا. بس كانت كتير يعني complications in the wedding. Yes. It was too much stress. We had to even pay more money because we had to take everything last minute. And complications happened in the wedding. كتير مشاكل صارت بالwedding. بس هيدا الشيء المميز بwedding planner, لأنه وقت يكون complication بالwedding, المشكلة بالعرس, بدك تحليها دغري. صحيح. بدك تعرفي كيف تحليها. مزبوط. بس وهي انه شو هي يعني ابرز المشاكل اللي معقول تصير معكم؟ فور اكزامبل. اوكي مثلا اذا مثلا عندنا كان مره مشكله امه للعريس كانت بدها تغني. اوكي. اوكي. سو كانت على اساس تغني اول ما يجوا ويقعدوا هيك. اخر شيء قالت لي انا كثير موتره بدك تغيري للتايمينج. هو الويدنج دائما في سكجول له, واذا غيرتيه بده يتغير كل شيء, لانه بدك تغيري مع الدي جي, بدك تغيري مع الانترتينمنت, بدك تغيري مع الليد سكرينز, الساوند, اللايت, كله بدك تو ميك شور اتس اول تشينج. سو وي هاد تو تشينج ات بيكوز شي واز رحت لي موترة ما في خلص. في مشاكل تانية معقول تصير؟ يس اكيد في مشاكل تانية. يعني مثلا تانية. بالحجوزات تبع الفانيو بالحجز الكنيسة؟ لا هلا الحجوزات الفانيو ولا مرة صارت يعني الكنيسة. مشاكل انتم بتهتموا كمان بحجز الكنيسة؟ هلا الكنيسة sometimes بس okay. not all the time. انا I prefer okay. to do the wedding عند مثلا بيت العروس بيت العريس and after the كنيسة. الwedding أكيد بالكنيسة we do the design of the church. أكيد. بس كrelationship with the priest and everything, no it's about
طب في باك اب بلان اذا يعني مثلا تفترض العروس مثلا خزق فستانه؟ اكيد في باك اب بلان. في فستان جاهز عطول؟ لا يس هلا معقول تصير يعني يس if she worked with the designer that I would give her to work with. مثلا عندي couple of designers انا I prefer the bride to go to her because I know انه اذا صار شيء معها بتقدر دغري عرفتي. و اكيد كمان about the مشاكل with the bride and مشاكل before the wedding. حتى في مشاكل مثلا before the wedding في مثلا عرسان بيكونوا مسافرين اوقات الwedding planner حسب اوقات الwedding planner بتضطر تسافر بتروحوا انت لعندهم yes اذا صار في complication and the budget is enough you have to actually travel and تحليها معهم هنيك. Great. Sometimes حتى you face a lot of psychological complication. يعني مثل. The bride loses control last minute or the groom loses control last minute ما بقى بدهم يتجوزوا لا بدك تعرف كيف تروقيهم. Okay. No really but see it. أكيد إذا بدنا نروح شوي للإكستريم مثلا إذا صار شيء تنفترض بسهرة العرس يعني مثلا شتت الدنيا شتت الدنيا وقع شيء احترق شيء بتوقع يعني المسؤوليه عليكم ولا على المطعم؟ لا هي اكيد المسؤوليه علينا ونحن بدنا نحل كل شيء رحنا البلان هي مش المسؤوليه علينا اذا احترق شيء بالمطعم او شيء صار من الغلط بالمطعم بس كل شيء it's under our control يعني the groom and bride are gonna say it's my mistake because انا ما I got the whole supply على yes انا I got the whole suppliers they are under my you know they're under my name so اكيد يعني المسؤوليه كبيره بس you have to fix it directly يعني like nothing كمان المعازيم كمان ما ينتبهوا على شيء. اوكي ميرسي كثير فرانشيسكا لوجودك معنا اليوم. ميرسي بوكو. هيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. استعرضنا الزواج بالاوجه الروحيه النفسيه الماديه بس بيضل الهدف الأساسي للزواج والارتباط الروحي للشريكين أسمى من كل الأمور الدنيوية الفانية. ملتقانا معكم بيتجدد الأسبوع المقبل بحلقة جديدة وضيوف جديد. كونوا على الموعد. إلى اللقاء.